غير مسموح لأي إنسان مهما كان لم يفز بكأس العالم إنه يلمس الكأس إلا رؤساء الجمهورية. سنة 1939 وفي خضم الحرب العالمية الثانية كانت إيطاليا هي حاملة لقب كأس العالم، والكأس موجود في متحف الاتحاد الإيطالي. أوتورينو باريتزي نائب رئيس الاتحاد الإيطالي سرق الكأس من المتحف، ما سرقوش عشان يحتفظ بيه لنفسه، لا، لكن عشان يحتفظ للبشرية كلها بيه من بطش الحلفاء. خبى الكاس في صندوق حذائه تحت سريره، في المكان ده فضل موجود الكاس 6 سنين لحد نهاية الحرب. كاس العالم كان معرض للسرقة مرة تانية سنة 1966، لكن المنقذ المرة دي كان مختلف. 4 شهور فقط هي الفترة المتبقية قبل كاس العالم، والكاس وصل فعلا من البرازيل إلى إنجلترا مكان إقامة البطولة. إنجلترا بتقاليدها المتوارثة بتحاول الاحتفاء بعودة رمز كرة القدم لمهدها. عرضوا الكاس في قاعة البعيد العامة وسط حراسة مشددة، المفروض إنها كانت مشددة، لكن اتضح لينا فيما بعد إن واحد من الحراس كان عمره 74 سنة، وأثناء تبديل الورديات دخل 2 من مخرج الطوارئ وسرقوا الكاس وهربوا. سرق الكاس أكيد ما كانش من مجانين الكورة اللي عايز يحتفظ بكاس العالم لنفسه في بيته، السرقة كانت عشان الحصول على فدية طبعا. بالفعل السارق بعت خطاب إلى جوي ميرز رئيس الاتحاد الإنجليزي وقتها بيطلب فيه 15,000 جنيه استرليني مقابل تسليم الكاس. ولأن ميرز كمان كان هو رئيس نادي تشيلسي، فكان مقر المقابلة المحدد عشان التسليم والتسلم في استاد ستامفورد بريدج. زي الأفلام بالظبط، الشرطة دبرت المقابلة بين السارق وبين رئيس الاتحاد الإنجليزي وقبضوا على السارق، لكن من غير الكاس. أسبوع من التحقيق مع السارق ومش راضي يكشف عن مكان الكاس. إنجلترا هتعمل إيه؟ بدأوا الشغل على جبهتين، الأولى بتدور على الكاس في كل مكان، والجبهة التانية بتنحت نسخة جديدة من الكاس. حل لو لجأوا ليه في النهاية هيبقى محرج جدا ليهم قدام العالم. إنجلترا مش عارفة تأمن كاس العالم، أمال هتعمل إيه في تنظيم البطولة؟ هنا كانت الصدفة، الصدفة وبس هي اللي أنقذت إنجلترا من إحراج تاريخي. دافي كوربت راجل عادي جدا خارج من البيت في نورويد جنوب لندن مع كلبه بيكلز عشان يعمل مكالمة هاتفية. عربية واحد من الجيران عدت جنبهم، فجري الكلب بيكلز وراها لحد ما دخل جنينة، ودخل دافي كوربت ورا كلبه عشان يربطه بالطوق. وجوه الجنينة يلاقي كوربت حاجة مرمية ملفوفة بورق جرايد بإحكام شديد، فك جزء منها فلقى قاعدة مكتوب عليها البرازيل وألمانيا الغربية وأوروغواي. فتح الناحية التانية من اللفة فلقى تمثال لسيدة شايلة طبق فارغ، هو ده كاس العالم. قام يتنطط من الفرحة وجري على نقطة شرطة عشان يسلم الكاس، لكن القصص التاريخية عمرها ما بتبقى دايما بالسهولة دي، والجاي على لسان دافي كوربت. رحت لنقطة الشرطة وحطيت الكاس قدام ضابط الشرطة وقلت له أنا لقيت كاس العالم. ما صدقنيش وقال لي الموضوع مش بالسهولة دي يا ابني. استنيت لحد ما واحد من المخبرين وصل أخيرا وأخدني المقر سكوتلاند يارد. كنت رايح على أساس أني هسلم الكاس وأخد المكافأة، لكن بعد استجواب لمدة ساعة عرفت أني بقيت في نظرهم المشتبه فيه مش المنقذ. ساعات من الاستجواب لحد ما اقتنعوا ببراءتي وقرروا الإفراج عني. وبمجرد إعلان الشرطة عن إيجاد الكاس لقيت جنينة البيت مليانة صحفيين من كل العالم. بقيت الهدف الأول للإعلام أنا وبيكلز. بيكلز حصل على ميدالية شرفية من رابطة الدفاع الوطني عن الكلاب في بريطانيا، وجايزة كلب العام الإيطالي، ودافي كوربت أخذ مكافأة 5000 جنيه استرليني من شركات التأمين على الكاس ورعاة البطولة. اتلعبت البطولة وحصلت إنجلترا على اللقب للمرة الأولى والوحيدة في تاريخهم. وفي الاحتفالات كان طبيعي يتم دعوة كوربت وكلبه بيكلز اللي لولاهم ما كانش الكاس اللي رفعوه هيكون موجود أساسا. بوبي مور قائد المنتخب خرج من شرفة القصر الملكي، مسك الكاس في إيد وبيكلز في الإيد التانية عشان ترد الجماهير بهتافات مدوية للفريق والبيكلز اللي لقى الكاس وأنقذ إنجلترا من الإحراج. لكن للأسف القصص الجميلة لا تدوم طويلا. بفلوس المكافأة اشترى كوربت بيت جديد يعيش فيه مع كلبه. كوربت عاش فعلا، لكن بيكلز مات في حادث مأساوي. بيكلز كلب تاريخي طبعا، لكن في النهاية هيفضل برضو كلب، وحرب الكلاب والقطط هتستمر للأبد. في مرة من المرات شاف بيكلز قطة بتجري قصاد البيت، حاول يجري وراها بسرعة في الوقت اللي كان الطوق مربوط فيه حوالين رقبته بإحكام عشان يموت بيكلز ويدفن في حديقة المنزل تحت يافطة مكتوب عليها بيكلز من وجد كأس العالم 1966. بيكلز احتفظ بالكاس للعالم فترة طويلة، لكن سنة 1983 كانت نهاية نسخة جول ريمي من كأس العالم،
واللي اتكتب لها تكون في البرازيل اللي احتفظت بالكاس مدى الحياة. الكاس اتسرق مجدداً من متحف الاتحاد البرازيلي، وأثناء محاكمة اللصوص اعترفوا أنهم أذابوا الكاس وباعوا الذهب في السوق السوداء عشان يختفي الكاس للأبد. الاتحاد الدولي نحت نسخة جديدة من الكاس وأهدها للبرازيل، وفي المقابل لو تفتكروا قلنا أن إنجلترا كانت بدأت فعلاً تنحت نسخة جديدة من الكاس عشان لو ملاقوش النسخة المسروقة، والنسخة المقلدة دي اتباعت في مزاد سنة 1997 وموجودة حالياً في أحد متاحف مانشستر.